ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هوريكم النهارده بقى معايا روتين كده تنظيف المطبخ قبل العيد. بصوا، عندي المطبخ مش نظيف خالص، والرخام مكان الاكل وكده، كمان دي البوتاجاز عندي برضو مش نظيف، عايزه انضفه. كل الرخام بص متدربك، والدنيا كلها متدربكه. هوريكم بقى روتين كده تنظيف معايا المطبخ. انا بصراحه في الكام يوم اللي فاتوا دول كنت عملت كام حاجه لشفاط وكده، بس دلوقتي هكملها معاكم وهنمسح الارض وهوريكي كل الروتين بتاعي. بص، انا من كام يوم كده عملت الحيطه عندي، نظفتها بسترس حلو جدا جدا، وكمان نظفت الشفاط، كل دوت برعايه سترس بصراحه. في بقى من شويه الاطباق دي نخلصها من بعض وبس كده. دلوقتي بصوا، انا البرطمان دوت بطريقه كده عشان اتخلص من الزيت القديم اللي عندي، بجيب ايه برطمان من برطمانات الصلصه وببتدي اصب كده فيها ولغايه لحد ما البرطمان يتملي كله، بعدين بقفله كويس وبعدين ارميه في الزبالة، احسن ما تحطيه في كيس بلاستيك ويتقطع او حاجة ويبهدل لك الزبالة. تمام، دلوقتي بقى بغسل كده الاطباق اللي معايا في الحوض عشان نشوف، هنبتدي بقى نمسك المطبخ ونعمل فيه ايه واحدة واحدة كده معايا. يلا بينا هنشوف نعمل ايه سوا مع بعض. دلوقتي بقى خلاص هبتدي عندي بالرخام. انا فضيت الرخامة دي عندي خالص اللي فيها الكتل وفيها التوابل وكده، فضيتها خالص معايا، وببتدي ادعك بقى ندعكها كده بالليفه. حطيت شويه ميه وشويه صابون وبنبتدي ندعكها كده كويس قوي. طبعا الموضوع ده مش بيتعمل على طول، يعني بيتعمل كل ما تحسي ان الرخامه بتاعتك مش نظيفه قوي بزياده، غير كده بلمعها بملمع عادي وبدعكها. تمام، دعك بقى كده كلها ونشفها كويس وهوريها لكم. خلاص انا خلصت الرخامه، نبتدي بقى نمسحها مع بعض. بصوا دي فوة دي حلوه جدا جدا، هما بيجوا كده 3 مع بعض تقريبا بحاجه و30 جنيه، 37 38 في الحدود دي، بس حلوه جدا وبتنظف وبصراحه حلوه جدا جدا بجد، جربوها. اهو نبتدي كده ننظف الرخامه كده. خلاص بعد ما نظفنا الرخامه بتاعتنا ومسحناها كويس بالميه، هبتدي اجيب كده اي معطر او اي اللي هو ملمع الزجاج، هو دوت ملمع ومعطر، كنت جايباهم كده عرض مع بعض 3، كنت طالبهم من جوميا يعني، ومعاهم الفوط المايكروفايبر دي. هبتدي ارش من المعطر كده بالشكل ده وبلمع الرخامه، بيدي لمعه حلوه قوي للرخامه بعد ما بتدعكي الرخامه عندك كده. بعد ما رمعنا الرخامة بتاعتنا وبقت نظيفة خلاص، هبتدي ارجع عليها الحاجة، رجعت عليها الحاجة كلها اهو. دلوقتي بقى نبدأ مع بعض في تنظيف البوتاجاز، نشوف هنعمل ايه سوا فيه مع بعض عشان مليان دهون. وكمان بقية الرخام دي، الرخامة التانية اللي جنب البوتاجاز، طبعا اكتر رخامتين بيبوظوا هما اللي جنب البوتاجاز، بيجي عليهم دهون كتير قوي. فيلا بينا نبتدي بقى ننظف كل الحاجات دي سوا مع بعض. وبس كده، اول حاجة بنعملها في البوتاجاز باخد الحوامل كده بتاعت البوتاجاز وببتدي ارش عليها من سترس، هو حلو جدا بيدوب الدهون بسرعه قوي، مش بيخليكي تدعكي جامد او حاجه. تمام، وهبتدي برضو نفس الكلام هرش على البوتاجاز كله سترس. هو بصراحه اللي بستخدمه هو في البوتاجاز لكل الدهون هو سترس. تمام، بيطلع بصراحه اي دهون لازقه او صعبه عليكي انك تدعكي، فهنبتدي كده نعملها بالشكل ده. كمان هاخد العيون بتاعه البوتاجاز وهبتدي ارش عليها بالمنظر دوت، اهم حاجه انك تسيبيها بس شويه، هنسيبه لمده مثلا 5 دقائق. وكمان هغير الفويل بتاع البوتاجاز دوت، بس بيحمل الازاز عندي حلو كده. دلوقتي انا هجيب اللهلوبه دي وهبتدي ادعك بيها بقى الحوامل، باخد منها حته كده بحطها على الليفه وابتدي ادعكهم كده. خلاص هنبتدي مع بعض ندعك البوتاجاز كده. انا بس لقيت الحتت دي محروقه كده، فقلت احط عليها شويه من السترس واسيبه كده. وابتدي بقى دلوقتي بدعك البوتاجاز، برضو خدت حته صغيره كده من اللهلوبه، لو مش متوفره عندك ممكن تستخدمي الفير العادي خالص. ونبتدي ندعك كده كويس البوتاجاز كله من كل حته كده. انا خلاص دعكت كل البوتاجاز، بصوا بيلمع معايا ازاي وشكله حلو جدا جدا. كمان غيرت ورق الفويل اللي ملزوق على الازاز، مش عايزه اقول لكم انه مهم جدا تحطي ورق فويل على الازاز عشان بيحمي الازاز من ان هو يتوسخ ومن الدهون عامه. تمام، ابتدي بقى دلوقتي بركب كده العيون بتاعه البوتاجاز بعد ما لمعتها. بصراحه سترس ده حلو، بيقضي على اي دهون من غير يعني تدعكي حاجه بسيطه جدا ينضفولك. انا برضو من كام يوم نضفت البوتاجاز من جوه خليته فل كده. انا خلاص خلصت بعد ما ركبت الحوامل ولمعت كل البوتاجاز، بصوا بيلمع معايا ازاي حلو قوي. وخلصت الرخام، دلوقتي بقى بصوا دي الرخامه اللي جنب الحوض، هبتدي دلوقتي ادعكها في تراب كده بيجي منها علشان هي تحت الشباك على طول،
هبتدي دلوقتي ادعكها، وكمان هدعك الفلتر دوت علشان عليه برضو دهونه مش نظيف. كده خلاص انا دعكت الفلتر وخليته كويس جدا، وكمان دعكت الرخامه اللي جنب الحوت ونضفتها خلاص. دلوقتي بقى هنبتدي بدعك كده الحيطه اللي ورا الحنفيه عندي، وكمان بدعك دلوقتي دي بتاع كده بلاستيك بتتباع عند اي حد بيتحط فيها الليفة او بتحطي فيها البريل او اي حاجة. تمام، ابتدي ادعك كل الكلام ده كويس جدا. وبرضو انا بستخدم اللهلوبة في دعك الحوض، بتخليه يلمع جدا جدا وبصراحة بتنضفه وريحتها حلوة قوي. هي بتتباع موجودة في اي مكان، وبتتباع كنت انا جايبها من ماي واي. تمام، دلوقتي بقى هاخد حتة تاني كده لان حسيت ان انا عايزة حتة تاني، باخد حتة كده من المعلقة، هي بتبقى تقيلة كده كريمي شوية، بتاخدي منها حتة وبتبتدي تدعكي. اهم حاجة بس بعد ما تدعكي تشطفيها، لانك لو سبتيها شوية على الحوض بتغير الحوض، يعني بتخليه مغير وبتلزق لان هي تقيلة. تمام، فبعد ما بتدعكي على طول بتشطفيها كده وهي طرية. ابتدي بقى ندعك الحوض كله كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. احلى لحظة دي بصراحة لما الحوض كله بينضف، انا بخليها اخر خطوة خالص بعد ما انضف الرخام كله، ببتدي ادخل على الحوض. ودي المصفة بتاعت الحوض بدعكها برضو، لان هي ساعات بيكون فيها اصفر كده مكان الدهون والزيوت وكده، فببتدي ادعكها كويس وبدعكها كمان من جوه. ابتدي بقى اشطف كل الكلام ده معايا. الحيطة ساعات الدهون بتبقى لازقة فيها شوية، لان هي الحيطة عندي خشنة مش ناعمة، يعني السيراميك ناعم، لا هو خشن مدي احساس كده الباركيه، فبيبقى ناشف شوية، فممكن برش عليه سترس وبسيبه شوية بعد كده بدعكه. تمام، هبتدي بقى نخلص كده ونشطف كده الحوض كله مع بعض. يفضل طبعا ان انت بعد ما تخلصي الحوض بالدعك بتاعه بتشطفيه، لان لما تشطفي الحوض بيلمع ونضافته بتبان. تمام، ابتدي بقى ارجع كده كل حاجه مكانها. بصراحه انا بستخدم اللهلوبه وسترس في التنظيف العميق للمطبخ، هما دول اكتر اتنين بصراحه بينفعوني وحلوين جدا جدا. ببتدي بقى نشطف كل الكلام ده كله مع بعض. هنا الحته اللي عندي بتاعت الرخامه كنت حاطه فيها جبس ابيض كده علشان كان في ميه بتنزل منها، بس هو كويس بس بيقعد شويه وبرده بيروح مع الوقت، فمش عارفه بصراحه استخدم ايه. لو انتوا عارفين حاجه للرخام كويسه يا ريت تقولوا لي عليها. ارجع كده كل حاجه مكانها. انا بستخدم ليفه للحوض لوحدها وليفه للمواعين، يعني علشان دي تبقى حاجه ودي حاجه تانية خالص. ابتدي كده نخلص. جبت بقى فوطه نظيفه قطن كده تكون بتشرب الميه كويس، وبتبتدي بقى تلمعي الحوض بتاعك. بصوا بقى كده شكله بيلمع وحلو ازاي. اهم حاجه في الحوض عندك تنشفيها عشان تحسي بجد بالنظافه بتاعته وبشكله الحلو. كده انا خلاص خلصت الحوض بعد ما دعكت كويس جدا ونشفت كويس. بصوا دي الفروقات اللي كنت بقول لكم عليها ان هي بتنزل ميه عندي. لمعناها خلاص كده وغسلت الليف كله. بعد ما بخلص كل حاجه بمسك الليفه وبغسلها كويس جدا، ودعكت معايا كمان الفلتر وفرشت كده الفوطه دي بصفي عليها يعني الحاجات. دلوقتي بقى انا كده خلاص كنست الارض معايا ومسحتها، بمسحها كده بقى شويه كلور على ميه وشويه اي صابون عندك فرق او اي حاجه لحد ما الارض بقت بتلمع. وهبتدي بقى افرش المشايه دي جديده لسه جايباها معاكم وهوريها لكم. كده خلاص فرشت معاكم المشايه دي. المشايه دي حلوه جدا وخفيفه وعجبتني بصراحه ان هي خفيفه. انا كان عندي واحده بس كانت خفيفه برضو، بس قلت اجيب واحده تانية تغيير يعني عشان العيد وكده. دي انا كنت جايبه المتر بتاعها ب75 جنيه، هي عرضها تقريبا 1.20 متر، اشتريت منها 2 متر. وكمان كده الرخام عندي كله خلاص نضف، وكمان الشفاط. انا الشفاط كنت عاملاه برضو قبليها من كام يوم برضو بسترس، هو الرسم ليا في المطبخ بصراحة.
تمام، وحسيت المشان بيتي دي كده لايقه مع الستاره. الستاره كمان عندي لونها بيتي، وده كمان الشفاط اهو، انا برضو كنت عاملاه من كام يوم يعني كده. انا كنت باخد المطبخ على كذا يوم علشان ما يتكونش كله معايا واحس بتعب. كنت كل يوم بعمل حاجه معينه بعد ما بخلص الاطباق بتاعه الفطار. تمام، وده كده شكل المطبخ بتاعي بعد ما نضف. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. يلا سلام.